القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة. هو رسم لخارطة طريق العرب إذن، وعزم كبير على الانتصار لقضية فلسطين وعروبة القدس، خطهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مسمع ومرأة من العالم كله خلال افتتاحه للقمة العربية 29 والتي عقدت في رحاب بيت العرب. الحزم كان حاضرا برفض ما يحاك بليل للقدس ورفض قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إليها، ليتبع ذلك بتسمية قمة العرب بقمة القدس وتعزيز صمود أهلها وبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية فيها بمبلغ 150 مليون دولار، وهذا ما له دلالاته برأي الفلسطينيين. وكما القدس، لم يغب حال الفلسطينيين والأوضاع الصعبة التي يحيونها بفعل الممارسات الإسرائيلية عن بال خادم الحرمين الشريفين الذي أعلن عن التبرع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ب50 مليون دولار، وهذا ما سيكون له الأثر الكبير على الوكالة الأممية التي تعاني عجزا ماليا كبيرا كما تقول. تبرع المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الحاسم والمهم جدا في تاريخ الأونروا، حيث تعاني من عجز مالي بحوالي 346 مليون دولار. المملكة العربية السعودية قدمت لنا العام الماضي بمجمل تبرعات في مجالات مختلفة حوالي 150 مليون دولار، هي ثالث أكبر مانح على مستوى الأونروا، واليوم هي أكبر مانح منفرد تقدم مساعدات للأونروا. هذا تبرع مهم جدا لضمان استمرار خدمات الأونروا في مجال الصحة والتعليم. موقف الملك سلمان والمملكة بالنسبة للقضية الفلسطينية ليس بغريب، وجاء في وقت تعج فيه التحديات للأمة العربية ولمن أراد أن ينسى أو يتناسى دورهم الكبير الذي دائما ما يكون بالأفعال قبل الأقوال. بفعل ما مرت به المنطقة برمتها من أحداث وتطورات، انحرفت الأنظار لبعض الوقت عن قضية العرب الأولى، قضية فلسطين، لكن قمة الظهران ومستضيفها أعاد الاعتبار والبوصلة لها. محمد بعلوشة، الإخبارية، قطاع غزة.